الحمد لله رب العالمين رب المشارق والمغارب خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب خلق منه زوجه وجعل بينهما الأبناء والأقارب تفضل عليه فنوع له المطاعم والمشارب حمله في البر على الدواب وحمله في البحر على القوارب نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب ونعوذ بنور وجهه من شر العواقب وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب أن يحفظ مصرنا من كل شر حاضر أو غائب رأيت الأرض في دورانها كيف تماسكت بكل ثابت وسائب رأيت الشمس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب رأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب رأيت الأنعام كيف زللت فجادت بألبانها لكل حالب رأيت النحل كيف ارتجف رحيق الزهور وجعل الشفاء مشارب رأيت النمل كيف خزن طعامه وهل للنمل كاتب أو حاسب رأيت الطفل كيف التقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب إذا رأيت ذلك كله فاخشع فلا نجاة لهارب إخوة الإيمان والإسلام وإلى ساحة القرآن الكريم مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعلم الإسلامي والعربي عميد الجامعة الطاروطية في فن تجويد كتاب رب العالمين والذي سنسعد به إن شاء الله تعالى باحتفال شبكة إذاعة القرآن الكريم مناسبة شهر ذي الحجة شهر الحج من مسجد السيدة زينب يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب ويسعد به أيضا في هذه الليلة في قرآن فجر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا لست منهم في شيء إنما فله عشر أمثالها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى قل إنني هداني
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي Lee.
غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل ولا تزر وازرة وزر أخرى قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر ولا تزر وازرة وزر أخرى قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس ولا تزر وازرة وزر أخرى
وَرَفَعَ
والذي سنصعد به ان شاء الله تعالى في احتفال شبكة إذاعة القرآن الكريم بأيام الحج عشر الأوائل من شهر ذي الحجة بمسجد السيدة زينب يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب، ونصعد بها ايضا في هذه الليلة في قرآن الفجر فجر الأربعاء بعد صلاة الفجر مغادرا البلاد لأداء فريضة الحج فضيلة الدكتور عبد الفتاح علي الطارقي. مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفني الإضاءة الحديثة وأفخم محطات ديزل الكبرى وأفخم قصور الضيافة المتنقلة تحت إدارة أولاد الحاج فؤاد بر المقيمين بمدينة طنطا. أسرة الفقيدة الراحلة والعائلة بكل من فيهم يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء.